يجب أن يكون طلب من الحكومة العراقية للجانب الأمريكي، تعالوا ساعدونا. هذه الاتفاقية كما حصل في حكومة المالكي عندما دخل داعش جول بالأراضي العراقية، طلب السيد المالكي من جانب الأمريكي نفذوا الاتفاقية الأمنية ودخلوا الأمريكان. ولكن لماذا تلام تركيا؟ لماذا تلام إيران؟ يعني اليوم في سنجار جماعة جديدة اسمها يزيد خان، ما نعرف منين طلعت النهاية الجماعة، اشتبكت مع قوات أمنية بنقطة السيطرة. القوات العراقية طلبت منهم أن يخلون نقطة السيطرة، رفضوا. هذه استهانة بالقوات العراقية، هناك استهانة بالجانب العراقي. إن كنت ضعيفا أكلتك السباع، ليش تلوم تركيا وإيران؟ يعني أستاذ أحمد، كلامك في محله، باعتبار أولا هي ليست فقط هذه الجماعات، جماعة البككة هي الأخرى تشبلت ويعني تحاول أن تستفز الجانب التركي، وإن كان هذا ليس مسوغا للجانب التركي بأن يقوم باعتداء سافر وبقصف جبال قندير وزاخو ودهوك ومناطق أخرى. وكذلك هذه الجماعة التي خرجت إلينا هذا اليوم، فضلا حتى عن جماعة قسد، حتى قسد المتعاونة إلى حد ما هي الأخرى تحاول يعني أن تقوم ببعض الأعمال. لذلك أعتقد أن الضيف حينما يكون ضيفا على بلد عليه أن يحترم سيادة البلد، عليه أن يحترم قوانين وأعراف البلد، عليه أن لا يعتدي، عليه أن لا يتجاوز حدود، سيما الحدود فيما يتعلق بالجنبة الأمنية. لذلك الوضع الجانب التركي، نرجع ونقول يا أستاذ أحمد، الجانب التركي هو شأن داعش. داعش يستغل الوضع السياسي كلما احتقن وكلما وصل إلى انسدادات بعدم وجود حلول، التناحر الداخلي بين الأطياف السياسية وبين الكتل السياسية، هذا كله يكون مدعاة لأن يسيل لعاب الجانب التركي بالتدخل السافر بعمليات قصف. لأن اليوم هذه الكتل يعني لا تريد أن تنبري بطريقة حقيقية وواقعية تشي بأنها منزعجة أو مستاءة أو مستعدة للدفاع عن البلاد. خلا بعض الكتل وبعض الجماعات التي اعترضت، أقصد الكتل السياسية التي اعترضت بشكل حقيقي، لكن الذي جرى نحتاج إلى الاستعانة بالجهد الدولي، نحتاج إلى يعني أستاذ أحمد، صار لنا 18 عاما خلت ومنظومة الدفاع الجوي، التحالف الدولي لا هي سمحت لنا بأن نقتني منظومة الباتريوت، ولا هي أعطتنا حرية اقتناء منظومة S-300 والS-400. لذلك أعتقد نحن الآن دائما سيادة البلدان تبدأ من الدفاع الجوي، علينا أن نحصن الدفاع الجوي. نعم. في العراق، وإلا لو كان لدينا دفاع جوي رصين.